موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة الغد المشرق. لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مأسرعهم وأصيب آخرون بنيران أسلحة وحدات القوات الجنوبية الشمال الضالع. وتصدت وحدات من القوات الجنوبية لهجوم مستميت شنته الميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها المتقدمة في قطاع ثوخب، حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة وأجبرت على التراجع والفرار. شهدت محافظة شبوة انفجارين إرهابيين في طقمين عسكريين دون أن يخلفا أي خسائر بشرية. وفق مصادر متطابقة، فإن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور مركبتين عسكريتين لألوية العمالقة في الطريق رابط بين مفرق نصاب ومرخى السفلى غربي المحافظة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني بدء تحويل وإرسال المستحقات المالية للربع الأول من العام 2022 إلى حسابات السفارات والملحقيات في دول الابتعاث لتسليمها للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج. وشددت الوزارة اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالطلاب المبتعثين في الخارج، وأكدت أنها تعمل على تحقيق الانتظام في عملية تحويل وإرسال المستحقات المالية للطلاب الدارسين في الخارج. اطلع رئيس الوزراء معين عبد الملك على سير تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في محافظة تعز. وجه رئيس الوزراء خلال لقائه محافظ تعز نبيل شمسان بتكثيف الجهود من أجل إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها، خاصة في مجال الطرق من أجل تخفيف معاناة أبناء مدينة تعز جراء الحصار الحوثي. كما ناقش اللقاء مستوى تنفيذ شبكة الطرق، إضافة إلى تشغيل ميناء المخا وترتيبات المتعلقة بإمداد تعز بالكهرباء والمياه. استعرض اجتماع موسع ضم مديري المكاتب التنفيذية وقادة الأمن والحزام الأمني والإنجازات التي تحققت في مديرية المنصورة خلال عام 2022. وشهدت المديرية أكثر من 40 مشروعا شملت سفلة وصيانة الطرقات وتأهيل جولات وأعمال إنارة وتوسعة وتأثيث مدارس، بالإضافة إلى ترميم وتأهيل حدائق ومتنزهات وأعمال بناء وتوسعة لعدد من المرافق الخدمية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.